السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، تلامذتي الأعزاء، تلميذاتي العزيزات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم كيخص التلاميذ المقبلين والمقبلات على الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا دورة يوليوز 2020. إذا اليوم غادي نتكلم لكم على واحد الحاجة اللي مهمة بزاف، هي دليل المترشحة والمترشح. هذا الدليل هذا كيشمل واحد 13 ديال النقط اللي هي مهمة بزاف، اللي خص اي مترشح واي مترشحة لامتحان البكالوريا خصو يعرفها باش يدوز الامتحان في احسن الظروف ان شاء الله. اذا دائما الفيديوهات برعاية قناة تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. اذا امتحانات نيل شهادة البكالوريا دورة 2020، دليل المترشح والمترشح، صيغة محينة في ضوء التدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. اذا هنايا في هذا الفيديو غادي نتكلم لكم بالخصوص على هذا الدليل هذا اللي هو محين، يعني بالنسبة للأعوام السابقة كان كيكون دليل واحد، مثلا ممكن يكون دليل واحد من 2010 حتى 2019، لكن هذا العام هذا دليل محين، يعني فيه مجموعة من التدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 اللي خصكم تعرفوها واللي خصو أي تلميذ يعرفها. إذن هذه هي واجهة الدليل، دي باللغة العربية ودي باللغة الفرنسية في الأخير. إذا صيغة محينة في ضوء التدابير المتخذة للوقاية من فيروس كوفيد 19. إذا هنا كيبداو بواحد التقديم، هنا محاور الدليل، علاش غادي يتكلم هذا الدليل؟ أولا الدليل كيتكلم على تنظيم امتحان البكالوريا، ثانيا مكونات امتحان البكالوريا، ثالثا تصحيح إنجازات المترشحين، كيفاش كيتصحوا هاد الإنجازات، رابعا شروط النجاح، خامسا توجيهات في الإعداد للامتحان، سادسا الإعداد للامتحان، سابعا وثيرة الإعداد للامتحان، ثامنا اجتياز الامتحانات، كيف سيجتاز المترشحون والمترشحات الامتحانات، تاسعا الغش في الامتحانات وعواقبه، عاشرا الإعلان عن النتائج، النقطة الحادية عشرة الشكايات، النقطة الثانية عشرة مستجدات ومعطيات هامة، مفهوم؟ إذا غادي نشرح لكم بالتفصيل هذه المحاور ديال هذا الدليل، بقوا معايا. اولا تنظيم امتحانات البكالوريا، اذا في تنظيم امتحانات البكالوريا كيتكلموا على اذا الشعب والمسالك، اولا الشعب والمسالك، اذا الشعب والمسالك اللي كيدوزوا فيها تلاميذ الامتحان، اذا مختلف الشعب والمسالك هما هادو. كاين ثانيا شروط الترشيح، اذا شروط الترشيح مساله مهمه، اذا يسمح بالمشاركه في امتحانات البكالوريا لمترشحين الرسميين والمترشحين الاحرار. الرسميين يعني التلاميذ اللي كانوا كيقراو، ماشي التلاميذ اللي كانوا منقطعين عن الدراسه، اذا هادو هما شروط الترشيح. ثانيا النقطه الثانيه او المحور الثاني غادي يتكلموا على مكونات امتحان البكالوريا. هاد المساله كنعرفوها كاملين بنا بانه النقطه ديال امتحان البكالوريا كتكون من ثلاثه ديال الحاجات اللي هي الامتحان الوطني الموحد، الامتحان الجهوي، والمراقبه المستمره. اذا النسب، نسب كل حاجه هي 50% بالنسبة للامتحان الوطني، و 25% بالنسبة للامتحان الجهوي، و 25% بالنسبة للمراقبة المستمرة. إذا هنا فقط كيفسروا لكم كيفاش الأصل ديال الامتحان الوطني والامتحان الجهوي وكذلك المراقبة المستمرة. بالنسبة للمحور الثالث هي تصحيح إنجازات المترشحين. إذا هنايا كتقول لكم الوزارة بأنه في إطار التصحيح كتحدد واحد المراكز ديال التصحيح حسب المواد، مثلا كتخصص واحد المؤسسة غادي تصحح فقط مثلا الفلسفة، واحد المؤسسة أخرى مثلا غادي يصححوا غير مثلا الإنجليزية. إذا كتحدد مراكز الامتحان خاصة بكل مادة، وكذلك شنو كدير عاوتاني واحد اللجان اللي كتسهر على داك التصحيح من أساتذة مفتشين، والنقطة كذلك مثلا النقطة اللي غادي يحطوها لك ماشي مثلا المصحح واحد اللي كيصححها صافي، كيصححها هو، كدوز عند استاذ اخر عاوتاني كيتعاود المراجعه ديالها، كدوز عند استاذ اخر كتعاود المراجعه ديالها حتى كيتاكدوا منها 100%، عاد كيدخلوا النقطه الخاصه بك في ماده معينه. الان النقطه الرابعه شروط النجاح. اذا هنا شروط النجاح كما كنعرفوا دائما بالنسبة للمترشحون الرسميون كيفاش كتحسب النقطة؟ أول حاجة كنديرو نقطة المراقبة المستمرة زائد نقطة الامتحان الجهوي زائد النقطة ديال الوطني مضروبة في جوج، الكل مقسوم على أربعة، فهم؟ إذا هذا واحد، واحد هي جوج، زائد جوج ديال الوطني هي أربعة،
مقسومة على أربعة، هذا أربعة هي المعامل. بالنسبة للمترشح الأحرار، مجموع نقط المواد مرجحة بمعاملاتها على مجموع المعاملات. إذا بالنسبة للأحرار، مجموع المواد على مجموع المعاملات. خامسا، توجيهات في الإعداد للامتحان. هنايا الوزارة كتعطيكم واحد التوجيهات كيفاش توجدوا مزيان للامتحان. أول حاجة، تحييل الأطر المرجعية وتحديد مجالات المقرر الدراسي موضوع الامتحان. كتقول لكم بأنه راه كاين الأطر المرجعية، راه خرجتها، شوفوا في الموقع ديال الوزارة أولا في البريد الإلكتروني الخاص بكم. ثانيا، تدبير الزمن، كيفاش تدبروا الزمن ديالكم خلال التحضير للامتحان. إذا احرص على التدبير الجيد لوقتك أثناء الاستعداد. ثالثا، مستجدات هامة. إذا هذه المستجدات الهامة هو أنه كتقول لك في إطار هذه الإجراءات الوقائية الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار وباء كورونا، اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير لضمان استمرارية البيداغوجية للتلاميذ عبر منصة تلميتيس، منصة تعليمتيس، منصة تيمز، ولا القناة الثقافية، ولا القناة العيون. إذا كتقول لكم الوزارة أنها غادي تدير حصص ديال الدعم والتقوية عبر هذه المنصات وهذه القنوات. إذا بالنسبة للمحور السادس، الإعداد للامتحان. كيف تعد للامتحان؟ إذا كتقول لكم بأنه خصكم ديروا مثلا تخصيص وقت لممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية، تحديد الفترة الزمنية التي ستخصصها للإعداد لكل المادة، تخصيص وقت للتدريب على اختبارات سابقة، إعداد بطاقات تسجل فيها أهم المعطيات والصيغ الرياضية، إلى غير ذلك من التوجيهات. سابعا، وتيرة الإعداد للامتحان. 15 يوما قبل موعد الامتحان من المفروض أنك تكون ساليتي زعما المقرر، وخصك تبدأ غير تراجع. أسبوع قبل الامتحان عليك مواصلة إعدادك للامتحان بوتيرة عادية، الاعتماد بتوازن على التغذية، توقيت الوجبات. عشية الامتحان، العشية اللي قبل الامتحان، عليك تفادي النقاشات الصاخبة، وكتقول لك بأنه خصك تجمع الأدوات ديالك وكل شيء قبل ما تنعس. صبيحة يوم الامتحان عليك الحرص على تناول وجبة فطور متوازنة، عليك تجنب النقاشات غير المجدية حول الامتحان، إلى غير ذلك. المحور الثامن، هنا كيهضروا لكم على التدابير الوقائية لتجنب الإصابة بمرض كورونا كوفيد-19، انتم كاملين عارفينها. هنا أثناء الاستعداد للخروج من المنزل، تأكد من توفرك على جميع اللوازم الدراسية المدرسية. باء، في طريقك إلى مركز الامتحان احرص على التقيد بمسافة التباعد الموصى بها. كذلك عند وصولك إلى بوابة مركز الامتحان، وقف بعيد مترو ونص على صاحبك. دال، التنقل عبر الممر الرابط بين باب مركز الامتحان وقاعة الامتحان. كذلك حرصوا على مبدأ التباعد. هاء، داخل قاعة الامتحان قم بتعقيم يدك بالمحلول الكحولي عند مدخل قاعة الامتحان. توجه مباشرة إلى المكان المخصص لك بالطاولة. احترم مسافة التباعد الجسدي بين الأفراد. لا يسمح لك بتبادل اللوازم المدرسية مع باقي المترشحين أو مع المتدخلين في الإجراء داخل قاعة الامتحان. إذا هذه النقطة هي مهمة بزاف، بأنه لا يسمح لأي تلميذ أنه يعطي ستيلو لصاحبه أو لا بلونكو لصاحبه أو لا يقول الأستاذ جيب لي بلونكو. نو، كل واحد يكون عنده اللوازم الخاصة به باش يدوز هذا الامتحان، إلى غير ذلك من التدابير. بالنسبة للنقطة التاسعة، الغش في الامتحان وعواقبه. إذا هنا تعريف الغش في الامتحان. إذا الغش في الامتحان كيفاش تبادل المعلومات كتابيا وشفويا بين المترشحين، حيازات أو استعمال المترشح المترشحة لآلات أو وسائل إلكترونية، إلى غير ذلك. هنايا العقوبات، هنا عقوبات تأديبية والعقوبات الأخرى، بلا ما ندخل في التفاصيل هذه لأنه كل شيء عارفه. هنايا النقطة العاشرة، الإعلان عن النتائج. الإعلان عن النتائج غادي يكون في 15 يوليوز بالنسبة للدورة العادية، و 29 يوليوز بالنسبة للدورة الاستدراكية. وغادي يتم الإعلان على هذه النتائج فين؟ في الموقع ديال الوزارة، ولا في البريد الإلكتروني الخاص بكل تلميذ وتلميذة مترشح ومترشحة للامتحان الوطني. هنا هي الشكايات، نقطة الحادية عشرة، الشكايات. إذا للمترشح الحق في أن يوجه شكاية المديرية الإقليمية إذا صوره ما يفيد أن النقطة الممنوحة له في إحدى اختبارات الامتحان لا تناسب أداءه. إذا هنا النقطة هذه كتقول بأن للمترشح عنده الحق باش يوضع واحد الشكاية في المديرية الإقليمية ويقول أنا ماشي النقطة ديالي هذيك، بأنه راه ظلمتوني، راه خصكم تعاودوا لي التصحيح. إذا شنو كيديروا؟ كيرجعوا لأوراق التحرير، تأكد من سلامة عملية المسك، الى غير ذلك، باش يشوفوا النقطة ديالك واش هي هذيك ولا لا. النقطة الثانية عشرة، مستجدات ومعطيات هامة. اذا اعتماد منظومة مصرف تدبير معطيات امتحانات البكالوريا،
ثانيا تكييف امتحانات البكالوريا لفائدة المترشحين المترشحات في وضعية إعاقة في إطار البرنامج الوطني للتربية الدامجة، تواصل مع المترشحين والمترشحات. إذن هنايا في إطار التواصل الوزارة دارت مجموعة من المبادرات، آخرها ديك نسيت كلمة المرور، واحد الخدمة، لأنه اللي ينسى كلمة المرور ممكن يسترجعها انطلاقا من تلك الخدمة. إذن هنايا مجموعة من التنبيهات الهامة، يعني عليك أن تحتفظ بالقنص السري الخاص بك، التلميذ هو المسؤول الوحيد عن سرية القنص السري، في حالة عدم توافرك على القنص السري ادخل على هذا السيت ديال نسيت كلمة المرور، إلى غير ذلك من التنبيهات. إذن هنايا كيذكركم بأنه شحال نجحوا العام اللي فات، نسبة ديال 78% ديال التلاميذ نجحوا، العدد ديال التلاميذ اللي جابوا ميزة ديال المستحسن 65,000 تلميذ، ميزة حسن 32,000 تلميذ، حسن جدا 20,000. والمنتظر منك هو مواصلة السير على طريق النجاح والتميز، مع متمنياتنا لك بالنجاح المتواصل. وزارة أتمنى لكم النجاح والتوفيق، وأنا بدوري في الأخير أتمنى لكم التوفيق والسداد. قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.